في صدمة كبرى، الجيش الإثيوبي يتهم مصر بجماعة متطرفة وينشر مفاجأة مضحكة. ننشر التفاصيل. ونهاية سفاح إثيوبيا، جبهة تيجراي تسقط مدينة جديدة وتقترب من أديس أبابا. وعاجل، مصر تستعد لتنفيذ أضخم مشروع في إفريقيا. ننشر التفاصيل. وفي خبر صار ومفاجأة، هاني شاكر يعلن إحالة محمد رمضان للتحقيق وحظر حفلاته في مصر. وبيان عاجل من الرئيس السيسي وطلب دولي هام منذ قليل. ننشر التفاصيل. في البداية حابب اعتذر لحضراتكم جدا على الانقطاع، يعني كان عندي دور برد كده شديد شوية، فما كنتش قادر ان انا اطلع لحضراتكم، ولكن الان الحمد لله اتحسنت يعني اكتر من الاول. قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ده مهم ان شاء الله عشان تجيلك اهم الاخبار. واضغط ايضا على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار اولا باول. عاوزين نوصل لي 1000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. في صدمة كبرى، الجيش الاثيوبي يتهم مصر بجماعة متطرفة وينشر مفاجأة مضحكة. واعلنت اثيوبيا ان عملية امنية مشتركة في اقليم بني شنقول اسفرت عن الاطاحة بالعديد من القوى المناهضة للسلام من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وتوقيف آخرين وفق وكالة فانا. ونقلت فانا عن القائد العام للكتيبة 22 العقيد سيف إنغي قوله: تم القضاء على الجماعة المتطرفة التي حاولت التسلل من السودان إلى منطقة شرقولي ومنغي في إقليم بني شنقول لتنفيذ مهام تخريبية ومتطرفة بالبلاد بدعم من مصر والسودان. يعني الآن قالها صراحةً الموضوع ده، ما كانش يعني بيتقال صراحة ان هم مدعومين يعني من مصر. في البيان قال العقيد سيف: وفق فانا، قوات الامن والاجهزة الامنية المختلفة تمكنت من ضبط مجموعة 1262 ذخيرة واسلحة مختلفة من قذائف RPG مضادة للمدرعات وقنابل يدوية واجهزة راديو وهواتف خلوية وعدد كبير من الجنيهات السودانية من بين مضبوطات اخرى مع الموقوفين. لافتا الى ان المجتمع لعب دورا مهما في توفير المعلومات لقوات الامن والاجهزة الامنية المختلفة، ما ادى الى القبض والقضاء على المتطرفين. واوضح مفوض شرطة اقليم بني شنقول عبد العزيز محمد انه بالرغم من دخول اعداء اجانب الحدود السودانية بالتعاون مع العدو الداخلي، إلا أن أكثر من 30 من القوات المناهضة للسلام دمرت على أيدي قوات الأمن المشتركة وتم أسر البقية. أكد أنه يجب أن يفهم الجميع أن هدف الجماعات المتطرفة المتعاونة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هو تدمير إثيوبيا بحسب وكالة فانا. وأشار إلى أن عملية توقيف المتسللين تمت من خلال تعاون القوات الحكومية الفيدرالية وقوات بني شنقول جومز. المصدر معانا كان من صحيفة فانا. وللأسف الآن إثيوبيا يعني تقول أن مصر لها يد في هذه الجماعات لتدمير إثيوبيا أو تدمير منشأتها في بني شنقول، يعني بيسلط الضوء على سد النهضة. ولكن يعني أقدر أقول إن ده أي كلام والموضوع كاذب جدا. يعني مصر ما بتلعبش اللعبة كده، وحسب يعني علمي أن مصر لا تلعب هذه اللعبة. مصر يعني لو تريد انها تدمر سد النهضة، الموضوع مش هياخد منها دقايق، والموضوع مش هيبقى بطريقة ان احنا يعني نبعت عناصر متطرفة عشان يدمروا السد. طبعا الكلام ده مضحك جدا من شرطة بني شنقول، واترك ليكم التعليق على هذا الخبر. مصر تريد السلام ولا تريد الحرب، واترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وبمناسبة اثيوبيا برضو، نهاية سفاح اثيوبيا، جبهة تيجراي تسقط مدينة جديدة وتقترب من اديس ابابا. قالت وسائل إعلام إن جبهة تحرير تيجراي تمكنت من السيطرة على مدينة دبري سينا الواقعة على بعد 189 كيلومترا شمال شرقي أديس أبابا. أشارت البوابة الإخبارية الصومالية إلى أن الاستيلاء على المدينة جاء بعدما شن مقاتلو تيجراي هجماتهم من مدينة شيفا روبيت والتي سيطروا عليها في وقت سابق.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه سيتوجه إلى ساحة القتال ليقود المعارك ضد جبهة تحرير تجري. وكانت عدد من الجبهات التي وصلت عددها لتسعة أعلنت التحالف تحت مسمى الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية من أجل إسقاط رئيس الوزراء أبي أحمد. ووصل عدد الجماعات المتحالفة ضد رئيس الوزراء الإثيوبي إلى تسعة، كلها بتهدف لوقف أبي أحمد الذي دعا في عدة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المدنيين على حمل السلاح والدخول في مواجهات معهم. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. حابب أقول تاني أنا متأسف جدا من نبرة صوتي بسبب البرد، يعني أتمنى أن حضراتكم تقبلوا هذا الأسف. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مصر تستعد لتنفيذ أضخم مشروع في إفريقيا، وتستعد مصر لتنفيذ أضخم مشروع في قارة إفريقيا وهو طريق القاهرة كيب تاون، بجانب محطات الطاقة الشمسية الجاري إنشائها في دول حوض النيل. ويعد مشروع ممر التنمية للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، والذي يشمل ممرا ملاحيا وطريقا وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، هو الأضخم في القارة. ويقول الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن مشروع ممر التنمية فيكتوريا البحر المتوسط سيعمل على تسهيل حركة الملاحة بين دول النيل، وذلك من خلال تطوير مجرى نهر النيل الحالي في بعض المناطق التي لا تصلح للملاحة في الوقت الحالي. أضاف عباس أن المشروع لا يقتصر على تطوير مجرى نهر النيل فقط، بل يشمل إنشاء طريق بري وسكة حديد، بالإضافة إلى خط للربط الكهربائي بين الدول الحوض وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل. أشار شراقي في حديثه إلى أن مشروع ممر التنمية فيكتوريا البحر المتوسط هو طوق النجاة لدول حوض النيل الحبيس، والتي هي إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، لكي تصل البضائع إلى دول العالم، ويرجع ذلك إلى أن تلك الدول ليس لها منافذ على البحار. أوضح عباس أن المشروع سوف يساهم بشكل كبير بالنهوض الاقتصادي لتلك الدول من خلال زيادة التبادل التجاري بين دول حوض النيل وزيادة نسبة صادرات تلك الدول. عباس شراقي أضاف أن المشروع سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد، منها زيادة نسبة تبادلها التجاري مع دول قارة إفريقيا، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيط السياحة من خلال الرحلات النهرية من الإسكندرية إلى فيكتوريا، كما أنه سوف يزيد من كمية المياه القادمة من جنوب السودان لكل من مصر وشمال السودان. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. إن شاء الله يعني نتمنى أن هذا المشروع ينتهي على خير. طبعا نتمنى، ومصر دائما تتمنى، على فكرة تتمنى كل الخير لدول أفريقيا، لأن لما الدول الإفريقية يعني يحدث فيها تنمية مصر ستستفيد بشكل كبير جدا، كل الدول هتستفيد. يعني مصر دائما تسعى للتنمية الاقتصادية وعدم الدخول في أي صراعات، هذه هي السياسة المصرية. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي خبر صار ومفاجأة. هاني شاكر يعلن إحالة محمد رمضان للتحقيق وحظر حفلاته في مصر. أعلن هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر عن إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق وحظر حفلاته في مصر. قال شاكر خلال صالون ثقافي بقصر السينما إنه وبناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد، وبعد توقيع محمد رمضان على إقرار والتزامه تبين مخالفته له من خلال تنظيم إحدى الحفلات. أضاف: لن نمنح تصاريح لمحمد رمضان قبل التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية وصدور نتيجة التحقيق. يأتي ذلك بعد يومين فقط على إعلان شاكر أنه سيتم إصدار قرار من النقابة تجاه رمضان قريبا. وقال: موقف النقابة من رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو من بيده المنع والملح حيال ذلك الجواب. وعندما يريد الحصول على تصريح ترسل نقابة المهن التمثيلية إلى نقابة المهن الموسيقية خطابا بالطلب. أضاف: قريبا هناك قرار سيصدر من نقابة المهن الموسيقية ضد محمد رمضان تجاه هذا الوضع الخاص.
مصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الرئيس السيسي وطلب دولي هام. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إنهاء كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار فيها. صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في مصر بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى القاهرة، شيد بمشاركته الأخيرة في مؤتمر باريس الذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، بما أعطى رسائلا إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي في ليبيا للعملية الديمقراطية والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن. من جانبه تقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالتهنئة إلى الرئيس على تسلم رئاسة الكوميسار، معربا عن تطلعه لأن تسهم هذه الرئاسة في دفع مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي. أكد التقدير الشديد من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين. متحدث أضاف أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد الرئيس أن هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والأمن للأشقاء في ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها، وأن المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي في المقام الأول التي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها وإنهاء التدخلات الأجنبية. المصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24. طبعا مصر تريد السلام والأمن لدولة ليبيا الشقيقة، لأن دولة ليبيا الشقيقة أمنها هو أمن مصر الاستراتيجي أو القومي من الجهة الغربية بالنسبة لمصر. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. إن شاء الله يعني نشوف القوات الأجنبية تخرج من ليبيا بشكل رسمي، ونتمنى هذا الأمر يعني عن قريب بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم بإذن الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا اي اي بي على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.